الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بوفيات الحجاج المصريين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 259 مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى. تقارير أمريكية تشير إلى أن تل أبيب تستعد لحرب مدمرة ضد حزب الله، وبلينكين يدعو إلى التهدئة وتجنب المزيد من التصعيد في لبنان. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم، معنا مترجم لغة الإشارة علاء الدين السيد. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفيين. وشدد الرئيس السيسي على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين الحجاج المتوفيين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف. أصدر دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيانا أكد فيه فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر الحجاج المصريين المتوفيين بالأراضي المقدسة بعيدا عن الأطر النظامية. وأكد مدبولي أنه سوف يتم توقيع أشد العقوبات على كل من يخالف القانون ويتسبب بوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة. في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية المصرية أنها أجرت اتصالا بجهودها لمتابعة أوضاع الحجاج المصريين بالمملكة العربية السعودية، وتواصل القنصلية المصرية بجدة وفرق عمل متعددة أوفدتها إلى مكة والمشاعر المقدسة التنسيق مع السلطات السعودية. وبعثت الحاجة الرسمية المصرية للوقوف على أوضاع كافة المواطنين المصريين المتواجدين لأداء مناسك الحج. وأضافت الخارجية المصرية أنه في هذا السياق تقوم فرق عمل قنصلية بإجراء زيارات ميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المصريين المتواجدين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية، ومطابقاتها مع البيانات المصريين الذين أبلغ ذويهم عن فقدهم، والتأكد من تقديم الرعاية اللازمة للمرضى منهم. يتواصل العدوان على غزة لليوم 59 بعد المائتين وسط قصف عنيف لقوات الاحتلال يخلف مئات الشهداء والجرحى يوميا. وفجر اليوم كثفت مدفعية الاحتلال قصفها على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أربع مجازر للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وصل من ضحاياها للمستشفيات 35 شهيدا و130 إصابة.
وقالت صحة غزة إن هؤلاء الضحايا يرفعون حصيلة الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ حوالي 9 أشهر إلى 37,431 شهيدا و 85,653 مصابا، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وأوضحت أن هذا العدد لا يتضمن ضحايا تحت ركام وفي الطرقات الذين لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وفي جنوب القطاع تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي المقاومة الفلسطينية في وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية بحسب مصدر في الجناح العسكري لحركة حماس. وقالت شهود عيان إن عائلات فلسطينية فرت من رفح مع أمتعتها المقدسة على عربات ومقطورات. وأعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة ما وصفها بعملياته الدقيقة في المدينة آخر ملجأ لسكان غزة بالقطاع، مؤكدا قيام قواته بالقضاء على عدد من المقاتلين الفلسطينيين في مواجهات قريبة. وفي دير البلح، وهي مدينة مكتظة بالنازحين في وسط القطاع، قال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل فلسطيني وإصابة عدد آخر. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي وغارات جوية مناطق وسط القطاع بحسب شهود عيان. وأفاد مسؤول صحة بأن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا في مخيم النصيرات ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12، كما أصيب عدد آخر جراء قصف الدبابات لحي الزيتون في مدينة غزة شمال القطاع ومواقع في مخيمي المغازي والبريج. والنصيرات والمغازي والبريج هي ثلاثة من مخيمات اللاجئين الثمانية القديمة في غزة. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بنتاغون إعادة ربط الرصيف المؤقت الذي أقامته الولايات المتحدة في غزة لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرة إلى استئناف تسليم المساعدات. يمكنني أن أؤكد أن أفراد القيادة المركزية الأمريكية أعادوا إرساء وبناء الرصيف البحري المؤقت على شاطئ غزة. وكما كانت الحال في الماضي، قدم مهندس الجيش الإسرائيلي كل الدعم اللازم لضمان وضع الرصيف بشكل آمن على الشاطئ. لم تكن هناك قوات أمريكية على الأرض أثناء إعادة بناء الرصيف، واستؤنف نقل المساعدات الإنسانية من قبرص إلى غزة، وتم تسليم أكثر من 650 طنا متريا أو ما قيمته 1,400,000 جنيه استرليني إلى ساحة التوزيع في غزة يوم الخميس. حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل على ضرورة اتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب. كذلك خلال لقاء بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية لمناقشة جهود وقف إطلاق النار في غزة وتأمين الإفراج عن جميع المحتجزين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن شدد خلال اللقاء على أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارهم. تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء أمس للمطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. نظمت الاحتجاجات في عشرات المواقع وكان أكبرها أمام منزل نتنياهو في قيصرية بمشاركة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق. قالت جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يعتبر تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الثلاثاء الماضي بشأن التأخير في تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لبلاده مهينة.
من الواضح أننا لم نكن نعلم بأمر التسجيل المصور لنتنياهو والذي يتهم فيه الولايات المتحدة. لقد كان محيرا على أقل تقدير، بالتأكيد مخيب للآمال، خاصة أنه ما من دولة أخرى غير الولايات المتحدة تقدم مزيدا من الدعم لكي تدافع إسرائيل عن نفسها في مواجهة تهديد حماس. تلك التصريحات كانت مخيبة للآمال لأبعد الحدود، وبالتأكيد مثيرة لغضبنا نظرا لمقدار الدعم الذي قدمناه ونواصل تقديمه لرئيس الوزراء نتنياهو. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله أمس استشهاد الطفل نعيم عبد الله سمحة 15 عاما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية، وأصيب سمحة برصاصة في الصدر ونقل إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته متأثرا بإصابته. بات الإعدام الميداني الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من الانتهاكات شبه اليومية بحق الشعب الفلسطيني. وزارة الصحة الفلسطينية تقول إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت فتى فلسطينيا بالرصاص في مدينة قلقلية وفي مخيم قدورة بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال، كما منعت طواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الجرحى. نادي الأسير الفلسطيني بدوره أحصى اعتقال الاحتلال، ومنذ بدء حرب الإبادة في غزة أكثر من 9300 مواطن من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، إلى جانب الآلاف من المواطنين في غزة والتي رافقها جملة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة. وتيرة عمليات الاقتحام والقتل والاعتقال تصاعدت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وخلال هذه الفترة استشهد نحو 547 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة وحدها، إما برصاص قوات الاحتلال أو المستوطنين. ممارسات الاحتلال أو بمعنى أحرى جرائم الاحتلال أكدتها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في أحدث تقرير لها، وحذرت من أن الوضع في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة يتدهور بشكل كبير، وقالت إن عمليات القتل الإسرائيلية بالضفة الغربية تثير مخاوف جدية من عمليات قتل غير قانونية. أفاد تقارير إسرائيلية أن 45 صاروخا أطلقت من لبنان أمس تجاه مستوطنات شميرة وزرعيت وعرب العرامشة شمال إسرائيل، كذلك الجليل الغربي، تزامنا مع دوي سفارات الإنذار. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اغتيال فضل إبراهيم قائد عمليات منطقة جويا في حزب الله. قال مسؤولون أمريكيون إن إسرائيل أبلغت واشنطن بتخطيطها لنقل موارد إلى الشمال استعدادا لهجوم محتمل ضد حزب الله. ونقلت تقارير أمريكية عن هؤلاء المسؤولين أن تداعيات حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله ستكون مدمرة. وقالوا إن إسرائيل أبلغت واشنطن بمخاوفها من تعرض منظومة القبة الحديدية لهجمات واسعة النطاق من حزب الله. من ناحيتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع أمس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى ديارها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تدمير 4 زوارق مسيرة وطائرتين مسيرتين للحوثيين خلال عمليات في البحر الأحمر. وكان الجيش الأمريكي أعلن عن تدمير موقعي قيادة وتحكم للحوثيين في اليمن في أعقاب سلسلة من الهجمات التي شنها الحوثيون اليمنيون في الأيام الأخيرة ضد سفن تعبر البحر الأحمر وخليج عدن. في الوقت نفسه دعت الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي مجددا إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بمن في فيهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيون الذين اعتقلوا
في بداية الشهر. شن الجيش الأوكراني هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على منطقة كراسندار في جنوب روسيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد واستهداف مصفاه لتكرير النفط ومواقع أخرى. وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت 114 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت خلال الليل، وقالت إنها اعترضت ودمرت 70 مسيرة فوق شبه جزيرة القرم و43 أخرى فوق منطقة كراسندار، وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغراد. وتواجه أوكرانيا تدخلا عسكريا روسيا منذ أكثر من سنتين، وترد بانتظام من خلال مهاجمة مناطق روسية لا سيما منشآت الطاقة فيها. في مدينة هانوي عاصمة فيتنام، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية. تصعيد متبادل بين روسيا والغرب في شأن الحديث عن ترسانة كل منهما من الأسلحة النووية واتجاه كل جانب إلى التلويح باحتمالية استخدام تلك الأسلحة أو التوسع في إنتاجها وتطويرها. فبعد عدة أيام من دعوات أطلقها حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة بضرورة التوسع في إنتاج الرؤوس النووية للحلف في مواجهة التهديدات الروسية الصينية، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن القوات النووية الروسية دائما في حالة استعداد قتالية. وعلى هامش زيارته إلى فيتنام عقب ختام مباحثات في كوريا الشمالية شملت الاتفاق على توسيع التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ، أكد بوتين أن موسكو تفكر في إجراء تغييرات محتملة على عقيدتها النووية. روسيا تفكر في إجراء تغييرات على عقيدتها النووية، وذلك نتيجة ظهور عناصر جديدة مرتبطة بخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية، وبخاصة تطوير قنابل نووية متفجرة ذات طاقة منخفضة للغاية. نعلم أن هناك أفكارا تبحثها دوائر الخبراء في الغرب حول إمكانية استخدام مثل هذه الأسلحة، ولا شيء مرعب في هذا. قد لا يكون هناك ما يثير الفزع من الأساس، لكن يتعين علينا الاهتمام بهذا الأمر. في خمسينيات القرن الماضي ولمواكبة سباق التسلح العالمي في مواجهة الولايات المتحدة، أنشأت روسيا ما يعرف بالعقيدة النووية الروسية، وهي وثيقة تخطيط استراتيجية تتضمن مجموعة من السياسات العسكرية والتقنية والدبلوماسية والاقتصادية للدفاع عن الاتحاد الروسي ولسد الفجوة التكنولوجية في الأسلحة النووية وأنظمة الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة. وفي حقبة الاتحاد السوفيتي السابقة تطورت العقيدة النووية الروسية بالتوازي مع التقدم في مفاوضات الحد من التسلح العالمية، وصولا إلى حقبة التسعينيات حينما أعلنت موسكو أن عقيدتها النووية تحتم عليها ألا تبدأ باستخدام هذا السلاح المدمر سوى في حال تعرضها لهجوم نووي. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بوفيات الحجاج المصريين. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 259 مخلفا المزيد من الشهداء والجرحى. تقارير أمريكية تشير إلى أن تل أبيب تستعد لحرب مدمرة ضد حزب الله، وبلينكين يدعو إلى التهدئة وتجنب المزيد من التصعيد في لبنان.
وصلنا لنهاية نشرتنا، وللمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت nile.eg. وكان معنا مترجم لغة الإشارة علاء الدين السيد. إلى اللقاء.